لك الأجر سيدي يا رسول الله. أعظم الله لك الأجر سيدي يا أمير المؤمنين. أعظم الله لك الأجر سيدتي يا مكسورة الأضلاع. أعظم الله لك الأجر سيدي يا أبا محمد. أعظم الله لك الأجر سيدي يا حجة الله. فلما قتل يا أصحابه وأهل بيته وتفانوا جميعا على بوغاء كربلاء ولم يجد أحدا ينصره ويعينه وقف ينادي وقلة ناصرا أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله أما من مغيث يرجو الله في إغاثتنا فسمع الضجيج وعلى البكاء من خيمة النساء فأقبل الحسين إليهن قال خفضوا أصواتكن أخي زينب سكت الأطفال والنساء لئلا يشمت بنا الأعداء قالت أخي أبا عبد الله لا تلمهن يا نور عيني قال ولمذا قال فجعهن ولدك عبد الله الرضيع قال أخي وماذا قال لما سمع استغاثتك ألقى بنفسه من مهده إلى الأرض ملبيا لندائك لبيك يا ابن رسول الله لبيك يا أبا عبد الله أخي أما تطلب لهذا الطفل قطرة من الماء فقد جف اللبن في صدر أمي وكان يشرف على الهلاك أجركم الله فأخذه مقمطا مغطى بمنديل أبيض وقف أمام القوم يطلب له الماء فكان الجواب سهما مثلثا وقع في نحره أيوا حسينا فرده على الهيئة التي أخذها لكن مغطى ومذبوح من الوريد إلى الوريد استقبلته ابنته سكينة أبا هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته قال هاك خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد
لما نظرت إليه بكيت ونادت وأخاه. سمعت الصيحة زينب أقبلت نظرت إلى منحر الطفل وقد فريت أوداجه بذلك السهم المشوم. لم تطق النظر إليه، التفتت إلى الحسين صاحت: يا خوي الطفل عن تغطي، أنا مالي قلب يا خوي اصد لي وشوف ذبيح وماد رجلي. يا خوي انا هذا الخفت منه وقعت بي. بعد ذلك يقولون اقبل الامام دخل على خيمتي ولده السجاد، جلس الى جنبه يعلله يسلي بكلماته ويوصيه بوصاياه، لكن لفت نظر الإمام زين العابدين مجيء الحسين وحيدا ليس معه أحد. قال: أبا عبد الله يا ابن رسول الله، أين أخي علي؟ قال: يا ولدي لقد قتل أخوك علي، ولدي قد قتل أخوك علي. أين القاسم؟ قتل. أين فلان وفلان؟ قتل. إلى أن قال: كنت تأتيني والعلم يرفرف على رأسك، صاحب الراية وين؟ قال: اعلم يا ولدي لم يبق في المخيمات إلا أنا وأنت. فلما سمع صاح عم زينب علي بعصاي وسيفي. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأجاهد به دون ابن رسول الله. لكن منعه الحسين وأمر أخته زينب أن تمسكه وتحفظه في الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. ثم خرج الحسين طلب ثوبا خلقا لا يرغب فيه أحد يلبسه تحت ثيابه، فإنه مقتول ومسلوب. فجيء له بتبان فرفض أن يلبسه لأنه من لباس أهل الذلة والمهانة. ثم دعا بثياب خلقة ففزرها مزقها وضعها تحت ثيابه، وسراويل حبرة لبسها تحت ثيابه سلام الله عليه. ثم أقبل إلى الميدان داعيا الناس إلى البراز، فلم يزل يقتل كل من برز إليه. فلما أن رأوا كثرة القتلى منهم أحجموا عن قتاله، فلما رأى إحجامهم حمل على ميمنتهم وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ثم حمل على الميسر وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ثم أنه سلام الله عليه حمل عليهم حملة رجل واحد، حمل عليهم حملات متكررة بأبي هو وأمي، حتى أكثر القتلى فيهم وأدخل فيهم الرعب والفزع والخوف من قتاله أو الدنو إليه.
بأبي وأمي هذا وقد أكظه الظمأ وألهب قلبه شدة العطش، فحمل من ناحية المشرعة على عمرو بن الحجاج الزبيدي وهو في 4000 فارس، فكشفهم عن الماء وأقحم فرسه الماء، فلما هم الفرس أن يشرب قال الحسين يخاطبه: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. فكأن الفرس فهم كلام الإمام سلام الله عليه، فرفع رأسه ولم يذق من الماء قطرة. يعني حتى هذا الحيوان البهيمة التي لا يفهم، الذي لا يفهم شيئا ولا يعقل، هو أحسن وأفضل من أولئك الكفار المشركون الفسق الفجر الذين منعوا الماء عن الحسين سلام الله عليه وهم يدعون الإسلام. أجركم الله. فبين الحسين كذلك إذ خاطبه رجل من الأعداء: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ فرمى الماء من يديه وصعد صاوة جواده وأقبل، فإذا الخيمة سالمة والنساء ليس عليهن النباس، فعلم أنها مكيدة منهم فحمد الله على ذلك. ثم أنه لما أراد الانقلاب إلى الميدان أخرى نادى بأخته زينب وببقية النساء أن هلمن للوداع، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع. فأوصاهن بالصبر وألا يغضبن الله في قول ولا فعل، وأعلمهن أن الله حاميهن وحافظهن، وأنه سيؤول أمرهن إلى خير وسيعذب عدوهن. أجركم الله. فاجتمعن النسوة حوله. هذه تشمه، تلك تضمه، هذه تنادي وضيعتا، تلك تنادي وغربتا، أخرى تقول: من لنا بعدك يا أبا عبد الله. أجركم الله. شيعة محبين موالين نظر في النساء فلم يجد ابنته سكينة، سأل عنها أين هي، فقيل له: إنها في داخل الخيمة، إنها في داخل الخيمة تبكي. قال: فطلبها أو ذهب إليها، فإذا هي جالسة في خيمتها واضع رأسها بين ركبتيها تبكي وتنتحي. بأبي وأمي جلس عندها، أخذ رأسها ضمه إلى صدره، قبلها: بني لم تبكين؟ قالت: كيف لا أبكي وأراك قد استسلمت للموت؟ قال: بني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ بني تعزي بعزاء الله. قالت: إن كنت تعلم أنك تقتل فردنا إلى وطن جدنا. قال: بني هيهات، لو ترك القطا لغفاونا.
نادى سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة زيايا النسوان ثم أنه ودعها فقامت خلفا تنادي أبا لي إليك حاجة قبل أن تمضي قال اطلبي ما تريدين قالت اجلس جعلني في حجرك امسح بيديك على رأسي اصنع بي كما تصنع بالأيتام قال بني ولم ذلك قال لأني بعد ذلك أصبح يتيما لا غريب لا أجد من يسليني ويمسح على رأسي بعد فبكى الحسين من كلامها فودعها وصبرها وخرج يريد أن ينقلب إلى الميدان فإذا طفلة صغيرة لآل عقيل تلحق به تقول له أبا عم يا حسين عم يا حسين خذني معك فإني عطشان وقد أخبرت بعطشي أبي وعمي فوعداني أن يأتياني بالماء ولكن ذهبا ولم يرجعا إلى الآن قال بني لا عليك أنا ماض لأخبرهما بظمئك قالت تمضي وتعود ذاك يطول علي ولكن خذني معك إليهما قال بني إن أنا أخذتك إليهما فمن الذي يردك إلى الخيمة وحسينا ومصيبتا أجركم الله شيع محبين موالين فلما ركب جواده مضى قليلا فإذا بالصوت من خلفه قفلي هنيئ يا نور عيني التفت فإذا هي عزيزته زينب أخي ما تريدين قالت انزل من على صهوة جوادك اكشف لي عن صدرك ونحرك فعل ذلك الحسين فأقبلت شمته في نحره قبلته في صدره ثم توجهت ناحية المدينة قالت السلام عليك أمه يا فاطمة لقد أديت الأمانة لقد أديت الأمانة وأنفذت الوصية قال ما تقولين أخي زينب قالت اعلم لما حضرت أمنا الوفاة دعتني إليها شمتني في نحري قبلتني في صدري قالت هذه وصية مني إليك أو وديعة مني عندك
إذا كنت يوم كربلاء ورأيت أخاك وقد استعد للموت فشميه نيابة عني في نحره وقبليه في صدره. فلما سمع ذلك أجهش بالبكاء. أجركم الله. فهنا نادى اللعين بن سعد بالقوم: ويحكم احملوا عليه ما دام مشغولا بحرمه، فوالله إن فرغ إليكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فرموه بالسهام. أجركم الله. فأقبلت السهام تخرق الخيام حتى شك بعضها أزر بعض النساء. فرعبنا وصرخنا ودخلنا إلى الخيمة ينظرن إلى الحسين ما يصنع. فأقبل الحسين حمل على القوم وكر فيهم كرات به حيدرة الكرار. فرق جموعهم جدل أبطالهم. أيوا حسينا وسيدا. فلما كثرت فيه الجراحات وأعياه نزف الدم وأمضه شدة العطش رجع إلى مركزه من الميدان يستريح قليلا. فبينا هو كذلك واقف إذ رماه أبو الحتوف الجعفي بحجر صك جبهته. وحسينا وسيدا. رفع الحسين طرف ثوبه ليمسح الدم عن وجهه فبان للناظر بياض بطنه. يا الله يا محمد يا رسول الله يا علي يا ولي الله يا فاطمة يا زهراء يا مكسورة الأضلاع احضري حسينا احضري حسينا. فبينا هو كذلك إذ أقبل السهم المشوم المثلث فوقع في لبة قلبي. صاح الحسين بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس يوجد فيهم ابن نبي غيري، يقولون أنه أراد استخراج السهم من أمامه فلم يتمكن فانحنى على قربوس سرج الفرس وضغط بقوته على ذلك السهم
واستخرجه من قفاه، فما خرج إلا بثلثي كبده. وحسينا فانبعث الدم منه كالميزاب، فوضع كفه تحت الجرح، رمى به نحو السماء قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله. ثم وضع كفه ثانية وصبغ بها شعره ووجهه وكريمته، وهو يقول: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله، فأقول: يا جد، قتلني فلان وفلان، أجركم الله. ولم يقوى الحسين على الثبات على ظهر الفرس لشدة الإعياء من نزف الدم، فكان يريد أن يميل مرة عن اليمين وأخرى عن الشمال، وجواده يحميه من الوقوع. أجركم الله. هنا خاطب الحسين الجواد، قال: يا جواد، لا أقوى على البقاء على ظهرك، أنزلني إلى الأرض. أجركم الله. فمد الجواد ساقيه ويديه وقرب من الأرض، فهوى حسين على الغبرة صريعا. وحسينا وإماما، تسألني ما الذي جرى بعد ذلك على الحسين؟ يا مؤمن، أنا أقرأ هنا ما يقول الحجة في نعيه لجده الحسين. يقول: قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات، فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثقنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر، تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا، تطؤك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، ونظرنا سرجك عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. فلما وصلنا إلى مصرع الحسين يا حجة الله، ما الذي رأينا يا حجة الله؟ قال: والشمر جالس على صدري، مولع سيفه في نحري، قابض على شيبتك بيده، ذابح
صبيح لك بمهنده وحسينا. أجركم الله وزينب، وزينب في أي حال وهي تنظر ما يجري على الحسين، قام عن ظهره أو كبه ويل ظهر ويل قلب على الثرى، جلس متربع على ظهره وظل يطبره، هبره وداجه وزينب يا ويح قلبي تنظره، والشهيد حسين يتعفر ويجذب ونته، نادت يا شمر شيل السيف عن باقي اهلي، هذا هذا مو هذا هذا مو هذا صبط الهادي ومهجة فاطمة وضنوة علي، وين اللي بعد اخوه وين ولي وبعد اخويا حسين ما عندي ولي، والرجس ما راقب الله، والرجس ما راقب الله، وظل يحز لرقبته يا الله يا الله، وعزى الراس من الجسد، عزى الراس من الجسد